الملف يعني تم وضعه، سيتم يعني الفصل في الأمر على مستوى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. طبعا احنا راح يكونوا موجودين معنا خلال الافتتاح وخلال لو ديرو المون تاع البطولة الإفريقية، كل أعضاء المكتب التنفيذي وكل رؤساء الاتحادات الإفريقية لكرة القدم، وسيلاحظون يعني مهما كان حتى ولو لم نرد ذلك سيقوم كل الناس الحاضرين بمعاينة مدى جاهزية الجزائر وقدرتها على تنظيم هكذا تظاهرات، وإحنا مطالبين أيضا بإعطاء أحسن صورة فيما يخص جاهزية المنشآت.